مش دايماً كل تصرفاتنا هتعجب كل الناس، يعني الناس اللي بتكون حريصة على إن هي في تصرفاتها كل الناس تعجب بهذه التصرفات، ما يتعرضوش لانتقادات، الناس دي هتتعب في حياتها جامد جداً. فبالتالي مش لازم تفكر دايماً في كلام الناس في كل تصرف أنت بتعمله. سؤالنا بيقول هل بتعمل اللي يريحك واللي يرضي ضميرك وزي ما أنت عايز، ولا بتقعد تفكر بقى في كلام الناس؟ خلينا نشوف أنت بتعمل إيه. أنا بعمل الاثنين، بعمل ساعات اللي يريحني، لكن في نفس الوقت بفكر كتير قوي قبل ما أعمل حاجة مثلاً تبقى برة إطار اللي احنا تعودنا عليه أو المجتمع. يعني لازم إن احنا طول الوقت أكيد نعمل اللي بيريحنا ويبسطنا، بس في نفس الوقت نبقى عارفين إن احنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا، احنا معانا ناس كده عايشين معانا، لازم نبقى ما بنضرهمش في اللي احنا عايزين نعمله ده أو اللي بيريحنا. دايما بيقولك أنت حر ما لم تضر، فاعمل اللي انت عايزه طول ما ده ما بيجيش على غيرك. يعني انت مثلا لو انت عايش في بيت لوحدك حقك ان انت تشغل اغاني بصوت عالي وتسهر لغايه بالليل، لكن لو انت عايش في عماره لازم تراعي جيرانك. ده مثال بسيط، لكن في الحقيقه الناس برضو ساعات كتيره قوي بيبقى عندها الاكستريم زي ما بيقولوا، انه ساعات كتيره الناس بتخاف طول الوقت من انه الناس تنتقدها. فبعمل طول الوقت اللي بيريح الناس، انا بعمل طول الوقت اللي بيريح عيلتي او صحابي في الشغل، زمايلي او صحابي او كذا، ما بعملش اي حاجه بتريحني. اكيد ده مش صح. في نفس الوقت في ناس الناحيه الثانيه مش فارق معايا حد وانا بعمل اللي انا عايزه طول الوقت، واكيد ده كمان مش صح. فبحس دايما لما تمسك العصايه من النص وانك تبقى فاهم انت ايه المجتمع اللي انت عايش فيه، وخاصة كمان ان احنا دلوقتي بقينا يعني الاجيال كلها بقت متاح ليها ان هي تقول رايها في حاجات كتيره قوي على السوشيال ميديا والحاجات دي كلها، يعني حتى بلاقي اولاد صغيرين معاهم موبايلات. فالنهارده بقى كل الناس عندها راي، كل الناس عندها حاجات عايز تعملها، فاهم قصدي؟ حتى السن الصغير. انت من الناس اللي ايه، بيحبوا انا مش دعوه بحد؟ لا طبعا اللي انا عايزه، ولا لازم براعي الناس؟ طبعا لازم اراعي الناس، وزي ما انت قلتي كده احنا مش عايشين لوحدنا. يعني هي حتى ضربت مثال مهم جدا في مراعاه حقوق الجيران. مش مساله بقى ان انت قافل على نفسك حتى باب بيتك فتقول انا حر، انا جوه بيتي اعمل اللي انا عايز اعمله، اشغل الكاسيت بصوت عالي، اعلي التلفزيون على الاخر، ازعق، اعلي صوتي، دي ما اسمهاش حريه، لان انت بتضر الجيران كده. جارك مش مرتاح بوجودك، يعني مع انك المفروض تكون من اهم اسباب راحه الجار انه يكون عنده جار مريح، فدي حاجة ما هياش صح على الإطلاق. طبعا أنا براعي الناس دايما في تصرفاتي، بس ما بفكرش في كلامهم هيقولوا إيه. يعني مثلا أنا لو هعمل حاجة، مثلا لو شغلت التلفزيون وصوته عالي شوية، لا أنا هوطيه شوية عشان عارف إن أنا عندي جيران ممكن ينزعجوا من حاجة زي دي، زي ما أنا ممكن أتضايق لو هم عندهم برضو التلفزيون صوته عالي أو كده. دايما بحاول أراعي الناس في إن أنا أقدر الناس، بس يعني إن أنا أخاف على زعل الناس، لكن ان انا افكر في كلامهم هيقولوا ايه لو عملت دي، لا مش عندي خالص. دي انا ما بفكرش فيها خالص يا بسنت. كلام الناس لا بيقدم ولا ياخر. يعني لو فضلنا قاعدين بنراعي كلام الناس، على فكره متعب جدا، متعب نفسيا جدا لاي شخص حاطط كلام الناس قدامه، وكل تصرفاته قبل ما بيفكر يعملها يقول اه طب الجيران هيقولوا ايه، طب خالي هيقول ايه، طب عمي، طب اخواتي. طول ما انت قاعد بتفكر في كلام المحيطين بيك هيفكروا فيك ازاي، انت مش هتتقدم خطوه واحده. ده حقيقي. انا شايف ان الافضل ان انت تعمل اللي يريحك، تراعي الناس، اه تراعي الناس، لكن في نفس الوقت ما يبقاش هي دي المرجعيه. يعني ما تبقاش قاعد مستني تشوف الناس هتقول ايه فتقول اه لا ده الناس ممكن تنتقد ده فبلاش اعمله، لا ده الناس ممكن تحب ده فاعمله. يبقى أيوة. كده انا بنفذ اللي الناس عايزاه مش اللي انا عايزه. ده حقيقي. طول ما انا عندي وعي بالمحيط اللي حواليا ايه هو، يعني ايا كان انا نازله في شارع معين فاكيد هيبقى في لبس معين للشارع ده، غير لو احنا مسافرين، غير الحاجات دي كلها. ايا كان انا مش قصدي بس الحته دي، لكن ايا كان ايه هو اللي انا بعمله مع مراعاه المحيط اللي انا فيه، وزي ما بنقول دايما يبقى فيه زي البالانس ده، او ان انا امسك العصايه من النص، ساعتها اكيد مش هبقى بفكر في الناس ممكن تقول عليا ايه او هتنتقدني ازاي، بالذات مثلا في طريقه شغلي. كل واحد ليه طريقه مختلفه في الحياه، لكن في نفس الوقت مهم جدا ان انا ابقى مش حد دايما بروح للاكستريم او بروح لحاجه بعيده قوي عن المحيط اللي حواليا. الوعي بانت فين وبتعمل ايه ده اهم حاجه موجوده، ويمكن ده كمان اللي احنا محتاجين الفتره الجايه نبقى بنعلمه للاجيال الجديده، لانه ساعات كتيره بنلاقي في الاطفال الصغيرين ممكن ما بقاش زي الاول كده، يعني مش مستوعبين حتى المحيط اللي حواليهم ايه. بنشوف ساعات في ناس كتيره
مش حتى بتجايد او يعني بتعلم الاولاد الصغيرين ازاي ياخدوا بالهم من النقطه دي بالذات، لانها مهمه جدا يا شاذلي. مهم ان احنا نبقى عندنا شخصيه مستقله وقويه، انا بعمل اللي انا عايزاه، انا بعمل اللي بيريحني، لكن في نفس الوقت انا عندي وعي كبير قوي بالناس اللي حواليا، بتربيتي، بعيلتي، بالشارع اللي انا فيه، بجيراني، عشان ما اذيش حد وما اضايقش حد. وزي ما قلنا في الاول، انت حر ما لم تضر. مع مراعاة تقاليد المجتمع، خلينا نقول كده بس انت أكيد. لازم نراعي تقاليد المجتمع اللي احنا عايشين فيه، البيئه اللي احنا عايشين فيها، اللي بتعمله في البلد ينفع، اللي بتعمله في المدينه ما ينفعش في البلد، اللي بتعمله بالزبط. في بالزبط. سفر ما ينفعش في البلد اللي انت عايش فيها، فلازم تراعي المكان اللي انت فيه بالظبط عامل ايه، تقاليده ايه، عاداته ايه، وبالتالي تبتدي انت تتصرف تصرفاتك حاجه زي ما انت عايز، لكن لازم تكون برضو بتراعي الناس. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحات المختلفه سواء على انستجرام او على فيسبوك، بتعمل ايه في اللي هل بتعمل اللي يريحك ولا بتفكر في كلام الناس قبل كل تصرف بتعمله؟ ده سؤالنا الموجود في انتظار طبعا اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.